هذه جامعة الشرق الأوسط مقامة على أطراف عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، يرتبط اسمها بمنطقة تعتبر موطناً لأقدم أدبيات الحكمة والفلسفة ودراسة المعرفة وطرق الوصول إليها. كغيرها من الجامعات فيها كليات عديدة وتخصصات علمية وإنسانية ومختبرات ومراكز للبحث والريادة والجودة والحوكمة وللتراث أيضا. ربما نجدها في المكان والزمان والإنسان وفي حرمها الجامعي المعرفي الدولي أيضا. في محيطها الأخضر ثمة ما يحاكي الطبيعة، ليست هي من اكتشف أن للماء روحا وذاكرة وأن للأشجار والمساحات الخضراء لغة محكية بأصوات الطبيعة، ولكن فلسفتها تقوم على أن السياسات والاختيارات والأولويات الاستراتيجية والخطط والقيم الجوهرية هي التي تصنع القيمة الحقيقية لهذا الوسط العلمي الذي يستند إلى شعار مرجعي هو الجدية والالتزام والسعي للتعلم. في محيطها الأزرق لا تبحث عن التنافس بقدر ما تركز على اكتشاف مجالات وأنشطة وتخصصات جديدة ومبتكرة. تلك استجابة منطقية لتطور العلوم وفتح آفاق جديدة أمام الدارسين في البرامج العلمية الحديثة وفرص الابتكار والاختراع والإبداع والريادة، وكذلك في الاستفادة من التجارب المثلى لجامعات عالمية مرموقة. حين انضمت الجامعة إلى اتفاقية الماجنا كارتا الأوروبية كانت على يقين أنها معنية بالحرية الأكاديمية والبحثية والانفتاح العلمي الإنساني وقيم التعاون والتسامح والحوار الإيجابي، وأن التعليم والبحث العلمي مرتبطان معا ومستجيبان لمتطلبات المجتمع ومواكبة التقدم العلمي والثقافي، وقد جعلت ذلك كله في إطار قيمها الجوهرية وفلسفتها الخاصة بالتعاون والشراكة مع جامعات عالمية مرموقة لتجسيد مفاهيم التنوع العلمي والاستفادة من تجاربها المثلى وخبراتها العلمية والبحثية. جاءت الخطوة العملية الأولى في اتجاه المحيط العالمي للجامعة بالاتفاق والتعاون مع كلية لندن للتجارة LSC التي تقيم بدورها شراكات أكاديمية مع عدة جامعات بريطانية من بينها جامعة بيدفورد شير، وبناء على ذلك الاتفاق تم لأول مرة احتضان برامج تلك الجامعة الحديثة في عدة تخصصات على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. تمثلت الخطوة الثانية من خلال الشراكة مع جامعة ستراتكلايد البريطانية في مجالات العلوم الدوائية والصيدلانية لتكون مخرجاتها في صميم تطوير الصناعات الدوائية في الأردن والبلاد العربية، ولتكون برامج الهندسة بتخصصاتها المختلفة وغيرها من البرامج العلمية الدولية مستجيبة لمتطلبات التنمية الشاملة. هنا يوجد المقر الدائم لمجلس حوكمة الجامعات العربية، والحوكمة هي أحد أهم أدوات ترسيخ العمل المؤسسي على مبدأ التشاركية والشفافية والمساءلة. في محيط رؤيتها الاستراتيجية تصف الجامعة نفسها بأنها مؤسسة وطنية متميزة محليا وإقليميا وعالميا في التعليم والبحث العلمي وخدمة الإنسانية، وأن رأس مالها المادي والمعنوي مسخر لتعميق المعرفة لدى أساتذتها وطلبتها وخريجيها باعتبارها القوة الضامنة للبقاء والنماء والرقي. شهادة الجودة الوطنية التي نالتها الجامعة على المستوى الذهبي تقودها إلى التصنيفات الدولية لتحصل على شهادة الآيزو الدولية وشهادة الQS وتواصل مسيرتها لتأخذ مكانها المناسب على الخارطة العالمية. المحيط المعرفي لجامعة ذكية يعني أنها تستخدم أساليب التكنولوجيا الحديثة وتوفر نظاما معلوماتيا حديثا
وتدرك مسؤولياتها في مسايرة الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وفتح آفاق الابتكار والاختراع والإبداع والريادة أمام الدارسين. غايتها الحقيقية تخريج الطالب المعرفي القادر على صناعة مستقبله بنفسه. هنا في جامعة تنتمي إلى بلد يؤمن بالسلام والتعاون والمحبة والوئام بين الديانات والثقافات والحضارات، تتجلى فلسفة الحياة بأعمق معانيها حين يرتقي الإنسان بقيمه وفكره وعلمه ومعرفته، وحين يدرك أن العلم بحر لا ساحل له. نعم، أنا أؤمن أن العلم بحر لا ساحل له، لكني أؤمن كذلك بأن الإنسان قادر على رسم صورة الحياة الإنسانية بطرق مختلفة. شعارنا في هذه الجامعة المعرفة قوة، ونريد لطلبة هذه الجامعة أن يجعلوا المعرفة أداة يرسمون بها الصورة الأجمل لحياتهم ومستقبلهم ومستقبل أمتهم والإنسانية جمعاء.